معك ولا ايه؟ مصر هانت ولا ايه؟ صعب. انت جاي النهارده ليه يا مصطفى؟ عشان حق الناس شغاله ومشغولين. وقعنا مبارك. هنرجع للاسم الثاني. اي دخيل هيحكمنا ويرسمنا ويدلت الرجلين. انت اتمنى ورعب يقول لك مين دوت؟ عرفناش كده. واحد مسؤول اتولى المسؤوليه مده قد كده والتزم بما قال. انت عندك كام سنه؟ عندي 13 سنه. تدرس ايه؟ كلب ووحش وخاين وعنيف. في البلد ستة ابتدائي وليه نزلت مع العمال النهارده؟ وحاطين البلد وحاطين شعبها ومصريين بحقوقهم. حاسس ان هم مظلومين؟ ده زي ما بتلعن ابو اللي خلاها لازم تحيي اي حد فيهم من العمل. وطبعا الاضراب حاجه قليله عن ان هم يعملوا. انت بتنزل التحرير على طول صح؟ اه واخويا مصطفى هنا احنا شباب الصراحه احمد ياسين لما متصاب في دار محدش جابني حتى لغايه دلوقتي. انا الصراحه يعني مش فاكر ليه هو بس في مليون واحد غير وناس من شرعيه ما من مش اخوان يجي يقول لك اسمه كده تقول وقفيه خلاص. هم افتكروا دلوقتي من حزب الاسماعيلي افتكروا ان في حاجه اسمها صدى. الاخوان دول كانوا فين؟ عيب الشرطه مش كانوا في روسكي؟ كانوا بيطالبوا بايه؟ روكسي ولا ايه؟ كانوا بيطالبوا بايه؟ مش بتطهير الميدان؟ احنا هنطلعهم. بابايا قال لي حاجه، قال لي المجلس الشعبي ده هيبقى زي المره اللي فاتت. ليه؟ بعدين عايزين نكمل موضوع السعوديه عشان والخلافه كان الحق الوطني واخد اغلبيه. عايزين نكملوا ارجوكم. عايزين نكملوا. انت بتفهم في السياسه كده ازاي؟ مين اللي علمك السياسه؟ اقول لخادم الحرمين. الثوره اتعلمت هنا في الميدان؟ اتعلمت هنا في الميدان؟ ونحن ابناء كل الناس يبقى عندها فكره سياسيه.